يمكن الشغل الشاغل دلوقتي والحديث المتبادل ما بين كل المصريين هو فكرة الطقس بكرة هيبقى عامل ازاي. يعني قبل ما بننام بنصحى بنكلم بعض، يا ترى الطقس بكرة هيبقى ايه اخباره، الجو هيبقى حر تراب ولا لسه في ارتفاع موجة الحر، تراب تراب تراب، ويمكن كمان الارصاد احيانا بتقول لنا ان هيبقى فيه هطول امطار، وده يمكن حاجه كانت غريبه يعني في عز هذا الشهر وتلاقي فيه امطار، فده التغيرات المناخيه. عشان كده خلونا نروح لهاله الحملاوي ونعرف من هاله اخر اخبار الطقس وكمان المرور. صباح الخير يا هاله. صباح الفل يا عبد الصمد، صباح الخير يا منى، صباح الفل. انا بحب الحر. صباح الخير. انا بحب الحر بس مش التراب ابدا، مش للدرجه دي، انا بحب الجو المعتدل المنعش بتاع البلكونه بالليل ده يعني الصيف. طمنينا وطمني الساده المشاهدين بقى النهارده. دكتوره منار هي اللي هتقول، بس احنا يعني في ملخص النشره الجويه، لا هو زي ما انتوا قلتوا كده، في متوقع امطار وتراب، بس تراب زي المره اللي فاتت لا ما نعرفش، هنسالها. على العموم خلونا نستعرض الاول مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي، مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطه وغير مؤثره. لو كملنا لحد ما نروح كوبري جلاء هنلاقي هناك سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. كمان ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، والأمر كذلك على كوبري المطارية للقادم من الكابلات. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نروح الجيزة عشان نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. وطبعا لسه هنكمل في شارع الهرم الرئيسي، وهنشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل وبعض الكثافات في شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات أيضا للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن للمتجه إلى الدائري وصولا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. وكمان ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. اللي رايح بقى المهندسين ومتجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة على المحور، بتظهر بعض الكثافات البسيطة على محور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر، وتستمر لحد ميدان لبنان. تعالوا كمان نروح لمحافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي هناك كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة لحد شارع المعلمين، بس بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي فيه سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لمحافظة الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناك هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة بسيطة جدا، هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. هنروح لطريق أحمد أبو زيد، هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. خلصت نشرتنا المرورية، ونستعرض قدام حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة زي ما عبد الصمد ومن قالوا على كافة الأنحاء، الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، هتكون مثيرة للرمال والأتربة. في كمان فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، أمطار خفيفة أيضا على السواحل الشمالية الغربية، هتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية، وأمطار خفيفة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مطروح 24 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.